اجت مشرفة الجناح فقالت له وصلت له بسرعة للعقيد انه بنات الغرفة هيك هيك. فلما شاف هيك فبعت للطبيبة. اجت الممرض فشاف حالتي سيئة جدا، فهو كان معلي غير انه يعلق لي خافض الحرارة والسيرون والاسعافات الاولية. بس راح قال له للعقيد، قال له حالتها بدها مشفى، فهو ما كان يقلني عن مشفى، قال له ما بدها عن مشفى، وما كان يأمن لي الدواء اللازم اللي انا لازم. فالممرض وصراحة هو كان لا بأس فيه، فهو كان كتير ساعد بنات، حللي بدون علم العقيد لحتى يعرف شو مرضي. فهو كان معي جرس سم في الدم بسبب المياه الملوثة، فهو جاب لي الدواء بغياب العقيد. الحمد لله رب العالمين. بعد تقريبا شهر مشي حالي. طبعا هون لا أكل ولا شرب ولا أي شيء، حتى وقت أطلع على الحمام كانوا البنات هن ياخذوني ويجيبوني لأنه ما في توازن في راسي، جرثومة تمركزت في راسي ولهلأ بشكي من وجع راسي من وراء هالمرضى هاي. بعد شهر الحمد لله رجعت من أول وجديد، رجع أحسن إني أقعد، رجع أتوازن إني أنا واقف. طبعا صار في حول بعيوني من شدة الحرارة اللي صابتني. الحمد لله استمرت على الدواء ورجعت صحتي، بس حالتي النفسية كانت يصير معي اضطرابات كتير كتير، أفكار كتير تجي على راسي ما أعرف شو أعمل بسبب الشيء اللي يصير بالسجن. كان التخطين باع ب5000، يبيع على البنت المعتقلة ب5000، بعد فترة يرجع يعقبها يسحب منها التخت لحتى يبيعه لوحدة غيرها. فكان على طول بيع وشراء وعقوبات. يعاقب البنت يحطها بالمنفردة، بتدفع 15000 بيطلعهم من المنفردة. طبعا هو يعاقبها على أي شيء، يعني شيء تافه جدا، مجرد بس لحتى ياخذ مصاري. حتى وصلت ما وصلوا للتسويات، وتصير التسويات فتجي أسامي التسوية، تجي أسامي التسوية، فهو بيعرف أسامي التسوية فيبعت خلف المعتقلات البنت أنه أنا حطت لك اسمك بالتسوية، أنا بدي مثلا حسب يعرف كيف مديتها خرج تدفع مليون مليونين أو 500000، يعني أقل مبلغ هو 500000 هاي للبنت البسيطة يعني. فهو كان على طول يطلب المليون والمليونين. كانت معاملته جدا طائفية والحمد لله. أنا يعني ما طولت كتير على الزمان، يعني الحمد لله اجت لها سبيلي. طبعا بعد ما نزل خبري باعدامي، يعني نزل خبر باعدامي للاسف، مش يعني ما بعرف مين اللي عمل هالشغله هاي، بس كان اكيد هدفها انه مشان اي جهه فصيل ما حدا يطالب فيني. فنزل بخبر اعدامي، فلما طلعت انا ما حدا صدق اني انا طلعت، تفاجئوا لانه كانوا وصلوهم انا خبر اعدامي. طلعت طبعا، دفعت مصاري لحتى طلعت 500000 سوري. طلعت لبرا، حضرت كمان جلستين، بين كل جلسة وجلسة شهر. بس ما كنت متوقع انه رأسا انحكم، يعني انه في لسه تأجيل لانه عندي كتير امور بالنسبة لعائلتي ان انا لازم ارتبها يعني قبل ما اروح على المناطق المحررة. فللأسف الوقت كتير حاصرني، انا ما كنت متوقع الحكم. حضرت الجلسة فانحكمت 16 سنة. فالقاضي أعطاني مهلة شهر إني سلم حالي أو أطعن في الحكم. فكنت تاني يوم كنت شادة على إدلب وطلعت على المناطق المحررة.